في حاجة اسمها جرائم القتل والإصابة الخطأ، مش دي موجودة في القانون؟ ها ده أنا بتكلم كلام جديد ولا إيه؟ ده أهم حاجة، ده أهم حاجة القانون ده، ده من ساعة بدء الخليقة. قانون القتل والإصابة الخطأ ده قانون بنمارسه كل يوم، خلي بالك، بس ربنا يبعد يعني ايه يبعدنا عن الشر. قانون القتل والإصابة الخطأ، الإصابة الخطأ والقتل الخطأ، خلي بالك، ده غير القتل العمد خالص، ده القتل العمد، قتل مع سبق الإصرار والترصد، قتل المقترن بالظروف المشددة، كل ده القتل ده بقى ده جناية، أما القتل والإصابة الخطأ دي جنحة، دي إيه؟ جنحة. القتل والإصابة الخطأ جنحة. ليه؟ لأن مفيش قصد، اسمه قتل خطأ، إصابة خطأ، وصور الخطأ معروفة، وأركان جريمة الخطأ معروفة. طيب أنا شايف إن الكلام جديد كده، إيه هو القتل الخطأ؟ وإيه أركان جريمة القتل الخطأ وإصابة الخطأ؟ حد عارف؟ حد يقول؟ خالص؟ طب انتوا المفروض ما تكملوش بقى، مش عايزين امتحان ولا حاجة. اتفضل أستاذ، حد رفع إيده. اتفضل استاذ. كويس، اتفضل استاذ، عايز تقول ولا هتنضم ليه في الدفاع؟ ماشي، اتفضل استاذ. ماشي، نجتهد برضه. كويس، ها حد شيل عايز يقول حاجه خالص؟ اتفضل يا بيه، اتفضل. برافو عليك. ها فين المايك يعني؟ يبقى برضو كلام كويس بيتقال في القتل الخطأ. ها عايز حد هنا يقول اي حاجه؟ ده اي حاجه احنا في الشارع ممكن يحصل القتل الخطأ، وممكن ايوه استاذ ممكن يحصل الاصابه الخطأ، وممكن الاصابه الخطأ تكون مش شرط ان سياره تصطدم احد الاشخاص، لا ممكن تكون حاجه تانيه، بس إصابة خطأ. ها فيش؟ اتفضل يا أستاذ قول. قولي تاني. ده العمد، احنا مالناش دعوة بالعمد بقى. احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عن القتل والإصابة الخطأ، لأن مفيش لإيه؟ ما فيش لقصد خالص، وإنما ده إيه؟ خطأ إهمال، خطأ المجني عليه أو خطأ المتهم. طب نبدأ بقى، جريمة القتل الخطأ أركانها إيه؟ الخطأ، الضرر، علاقة السببية، خطأ، الضرر، علاقة السببية، ثلاثة اهو، ثلاثة، الركن المادي والركن المعنوي، يبقى عندنا الخطأ، الضرر، علاقة السببية. الخطأ هنقول بعد كده ايه الخطأ وايه الضرر وايه علاقة السببية. طب الخطأ ده
احنا قلنا اركان جريمه القتل خطا. طب صور القتل والاصابه الخطا ايه اللي احنا هنتعامل معاه؟ ايه صور القتل والاصابه الخطا؟ الخطا اما ان يكون خطا المجني عليه. خطا المجني عليه يعني ايه؟ المجني عليه يعني ايه يا استاذ؟ المجني عليه المجني عليه المصاب، العربية ضربته وقع راح المستشفى، يا إما توفى يا إما أصيب، ده المجني عليه. مين بقى بيبقى المتهم؟ المتهم اللي أحدث إصابة المجني عليه، اللي صدم المجني عليه بسيارته، اللي صدمه بأي آلة ترتب عليه إصابته، بس خطأ. طب لما نقول الخطأ هنا صوره، أولا خطأ المجني عليه اللي هو اللي قلنا المجني عليه، خطأ المتهم، ماشي، خطأ المتهم. ايه خطأ تاني؟ ها احنا قلنا خطأ المتهم، وقلنا خطأ المجني عليه، وقلنا ها في حاجة تانية، ده فيه كتير، القوة القاهرة. كويس، قول خطأ المتهم، خطأ المجني عليه، القوة القاهرة، ايه تاني؟ خطأ المجني عليه، الخطأ المشترك، خطأ مشترك. طب هنا لما نقول، لما نقول صور الخطأ، طب ايه هي جريمة القتل الخطأ بقى عشان نتفاعل معاها ونعيشها ونشوف محضرها ونشوف إجراءاتها علشان نبقى إيه؟ ماشيين مع الواقع اللي موجود، لأن دي جرائم كل يوم بتتم، كل يوم بتتم. طيب لما نقول، قلنا أركان جريمة القتل الخطأ وقلنا صور القتل الخطأ، إيه بقى وقعة القتل الخطأ؟ محضر، المحضر اللي بيتعمل ده، وهو المحضر ده لما بيتعمل محضر إصابة خطأ أو قتل خطأ، ده بيبقى الواقعة، بيحتوي على الواقعة، على الواقعة. طيب وهنبدأ نقرأ منين؟ ده من أول البلاغ المبدئي الأول، لأن دايما هي دي بلاغ مبدئي لازم. طيب لما نقول ده هنقول دلوقتي ايه؟ واقعة قتل خطأ موجودة على الواقع، فيها متهم، فيها مجنى عليهم، فيها شهود ان وجدوا، فيها دليل مادي، كل ده واقعة القتل الخطأ. طب ازاي؟ انا هقوله وكأن انا مسؤول وقاعد في منطقة شرطة أو في أي مكان مسؤول، يعني وقعت قتل خطأ. وهنا بقى بتبدأ إزاي؟ بيتصل شخص ماشي في الطريق، لقى حادثة قدامه، عربية صدمت عربية، أصيب اللي كانوا في العربية دي الأولى والعربية الثانية ما حصلهاش غير إصابات بسيطة، وتوفى هنا كم مجني عليه وكم مصاب. بتيجي إزاي بقى؟ أنا هقوله هوت بلاغ من مواطن، اتصل بنا أحد المواطنين وأخبرنا بأنه توجد حادث تصادم في شارع قصر النيل، ترتب عليه إصابة أحد الأشخاص ووفاة آخرين. ده بلاغ من مواطن عادي اتصل بالشرطة وقال لها في حادثة وفي مصابين وفي متوفين والعربيات موجودة. هنا بينتقل مأمور الضبط القضائي فوراً إلى مكان الحادث، فورا
وبيروح مكان الحادث، واول ما بيعمل بيعمل ايه بقى؟ معاه اللي انا بقوله ده محضر، هو بيتكتب. اللي انا بقوله ده محضر بيتكتب، بينتقل مأمور الضبط القضائي الى مكان الواقعه ويثبت في محضره انه في يوم ساعه كذا اتصل بنا احد المواطنين واخبرنا بكذا كذا كذا كذا. اللي بيكون خد الاخطار ده مين؟ مثلا معاون الضبط او نائب المأمور. الاخطار ده بعد كده بياخد الاخطار بيقوم ايه؟ يخطر، يجيب احد الساده الضباط او معاون الضبط او اي ضابط موجود في القسم ويقول له اطلع بالاخطار ده، اعمل محضر بالواقعه. بيطلع يعمل محضر بالواقعه، يقول بناء على الاخطار المسلم الينا من سيد نائب المامور باتصال احد الاشخاص بوجود حادث تصادم في دائره قصر النيل، وترتب على ذلك اصابه احد الاشخاص ووفاه اخرين جاري حصرهم. ويقول هو انتقل فين بالظبط في التوقيت ده، وبيعمل معاينه. بيعمل معاينه لايه؟ للسياره مرتكبه الحادث. انا ما عنديش سياره واحده، انا عندي اثنين سيارتين مرتكبي الحادث. فاول ما بيجي يعمل المعاينه بيعمل معاينه على السياره اللي هي فيها اللي موجوده، وبيقول ان السياره دي موجوده في المكان الفلاني، المقدمه السياره ناحيه الغرب والمؤخره السياره ناحيه الشرق، وبيبدا يوصف يقول ان العربيه دي رقم كذا مضل كذا، وان السياره دي بها تلفيات عباره عن كذا. خلي بالكم تلفيات دي مادي، التلفيات دي بقى هي الدفاع بتاعك، هي الدفاع بتاعنا تلفيات. فبيجي يقول بيصف التلفيات ويقولوا ان وجدنا في السياره رقم كذا مهشمه تماما من مقدمه السياره والكبوت، وتم كسر الاصطدام، وجميع زجاج امام السياره تم مبعثر على الارض، وفي تطبيق من السياره من الاكسدام الامامي، وتهشم كامل للسياره في مؤخره السياره، وكسر الابريز القدام، والشنطه اللي هي في السياره برضو دي فيها تلفيات، وده يعني بتعتبر يعني ايه اتكسرت، يعني الاكسدام اللي ورا اتكسر. وهنا بقى وان السياره من العقله بتاعت مقدمه السياره، اطار السياره اللي هو العجله اتصدم بالسياره اللي هي صدمته دي، ما بقاش خلاص اتكسر الاطار ده، اتكسر ما بقاش يلف خلاص. يبقى هنا العربيه مش هت ايه مش هتبدا مش ه... المهندس الفني هيجي ياخدها وتبقى دي تلفيات السياره. طب في هنا حته مهمه لازم تعرفوها، السياره لما اتصدمت من ورا اثار الفرامل اللي موجوده خلف السياره قد ايه؟ اثار الفرامل اللي موجوده خلف السياره كم متر؟ عشان اقدر احسب مدى سرعه السياره مرتكبه الحادث من اثار الفرامل اللي هي 2 متر 3 متر 6 متر 7 متر 8 متر، حسب المسافه بتاعه الفرامل. كل ما المسافه تزيد كل ما تبقى في سرعه اكتر، في سرعه اكتر. لكن لما اثار الفرامل تبقى متر، لا ده الراجل ده كان ماشي في منتهى الهدوء وما عندوش سرعه ولا رعونه ولا الكلام ده كله. ليه؟ لان اثار الفرامل بتبين الكلام ده، ده دليل مادي وبتترافع فيه قدام المحكمه مرافعه ثلاث ارباع مرافعه على اثار الفرامل دي.
يبقى إذن هنا آدي بالنسبة لإيه؟ للموضوع المعاينة بتاعت السيارة الثانية. طب جت السيارة الثانية بقى برضو جعاين السيارة رقم كذا نصف نقل لونها أزرق كان يقودها سائق فلان الفلاني وتبين أن فيها تلفيات في مقدمة السيارة بسيطة. طيب التلفيات في المقدمة في مقدمة السيارة الثانية اللي هي خلف السيارة الأولى، خلي بالك فيها دفاع مهم جدا. السيارة النصف نقل اللي هي خلف السيارة الأولى اللي بها تلفيات من مقدمة السيارة ومؤخرة السيارة وجنب السيارة من ناحيتين اللي هي السيارة الأولى، يعني متهشمة تهشم كامل. والسيارة اللي وراها النصف نقل دي فيها تطبيق بسيط بالاكسدام اللي قدام، مفيش فيها تلفيات. حاضر، ثبت ده وثبت ده، وقال في اثار فرامل خلف السياره نص نقل تقدر بتسعة متر. يبقى هنا انا قدامي واقعه فيها ادلتها الماديه، ادلتها الماديه موجوده بتنطق، وفي واتهم وفي مجني عليه، بس الاثنين ماشيين متهمين لغايه ما يروحوا النيابه. بعد ما اتعملت المعاينه للسيارتين المامور الضبط القضائي تحفظ الملحوظه، قلنا بالتحفظ على السياره لحين سحبوهم الى مركز الشرطه عشان ياخدوه بالاسم. وبعد كده المهندس الفني يجي يعاين، المهندس الفني بعد السؤال وبعد سؤال المتهمين وبعد المعاينه النيابه بتطلب ايه؟ ندب المهندس الفني المختص، وذلك لفحص السياره مرتكبه الحادث وعما اذا كان اثار الفرامل وعما اذا كان بها عطل فني او سبب اجنبي. كل ده مهم هنعوزه في المراقبه. وصلنا خلاص واتعمل المحاضر والسيارات راحت اسم الشرطه واتعرض الامر على النيابه. النيابه اخلت سبيل المتهم وحددت مين المتهم. يبقى قلنا في الوقت ده المتهم هيبقى مين؟ القائد السياره النص نقل. لان دي جت ازاي؟ العربيه اللي هي الملاكي اللي هي كانت تسير في مقدمه السياره النص نقل دي كانت ماشيه في الشارع والاشاره بدات يقف الشارع، فوقف صاحب السياره الملاكي واستعمل الحيطه والحذر، استعمل الحيطه والحذر، وذلك ليه؟ لانه الاشاره هتقف، طالما في اشاره هتقف لازم يقف، علشان الاشاره لما هتقف بيسمح للاتجاه الثاني انه يعدي. يبقى ما ينفعش، يبقى لازم هنا الاشاره تقف والاشاره الثانيه تبدا ويبقى الاتجاه الثاني ايه؟ شغال. ده متوقف عشان الاشاره اللي موجوده، وده فتح له الاشاره فعدى. العربيه الملاكي اللي هي وقفت عند اول اشاره ما بدات تتوقف فهدى عشان يقف. العربيه النقل اللي جايه وراها جايه مسرعه جدا جدا، فصدمته لما صدمته اتقلب، لما اتقلب بقى فيه تلفيات بقى في السياره كلها. يبقى هنا في الوقت ده انت عندك واقعه. طب ما السواق اللي كان سائق العربيه الملاكي ما سواق وكان مع ناس وماتوا واصيبوا، وده كان سايق ومعاش حد. فهنا هنقول مين هيبقى المتهم؟ قائد سياره
الايه النص نقل. احيانا بقى احيانا النيابه بتنزل الاثنين ده وده، وده قائد سياره وده قائد سياره، وده استعمل يعني لما استعمل الحيطه والحظر وانما كان ماشي برعونه وسرعه شديده لم يتمكن من ايقاف السياره، وبعد كده المحكمه تقدر تقول كلمتها والدفاع لازم يقول كلمته قبل النيابه وقبل المحكمه وقبل كل حاجه. دي بقى المهم جدا، والدفاع الصح والقانون الصح والواقع الصح واحكام محكمه النقض الصح، وانت اللي بتصيغ الدليل في الوقائع دي، اللي انت اللي بتصيغ الدليل، لانك هتغير، انت هتغير المركز القانوني من متهم لمجني عليه، من متهم لمجني عليه، وساعتها المحكمه هتاخد بالكلام لان القانون هيسعفك والواقع هيساعدك. طيب لما نيجي نروح المحكمه بقى، كل محامي هيبقى حاضر مع متهم عشان يترافع. انت حضرتك حضرتي عن المتهم اللي هو ايه التاني اللي هو كان سايق العربيه النص نقل وجاب لك المحضر، وفي الوقائع اللي احنا قلناها دي، وفي اثار الفرامل، وفي كل حاجه، وفي التلفيات، في كل حاجه. ده الدفاع هيبقى فيه ايه؟ والدفاع هيبقى بالنسبه للمحامي اللي هيبقى موكل عن قائد السياره الملاكي اللي فيها مصابين وفيها متوفيين والسياره كلها تلفيات ومتهم. وفي واقع هنا، خلي بالك، في واقع على الارض، في واقع على الارض ظاهر هنستعمله وهننقله للمحكمه لانه مش هيتغير، لان مامور الضبط القضائي ثبته والمهندس الفني جه ثبته. اللي انا بقوله ده مش كلام ما هنقراه، لا، ده واقع موجود على الارض كان نتيجه وقوع تصادم وحادث، وماديات اللي موجوده على الارض دي هي دليل الاسناد الوحيد اللي هيأكد موقف كل من المتهمين، مين اللي هيبقى متهم ومين اللي مش هيبقى متهم، ومين اللي هياخد براءه ومين اللي مش هياخد براءه. كلنا كده في الوقت ده، المحامي اللي بيشتغل والمحاميه اللي بتقول. هنا المحاميه هتقول دفاعها بالنسبه للمتهم ده، ما تقول يا استاذ ما حد يحضر عن المتهم ده، اي حد يقوم يحضر يقول انتفاء الخطا بجانب المتهم وانقطاع علاقه السببيه وان المتهم خطا المجني عليه. نقول حد يقوم يقول، حد يقوم يقول. مفيش حد فوق يقول حاجة؟ أنا هقول، بس أنا هقول قولة تانية على فكرة. إحنا كده صح؟ مين اللي هيحضر عن المتهم؟ عندكم. اتفضل يا باشا. لا، المجني عليه لسه، ما هو ده ما عندوش مجني عليه. ده بقى ده اللي هو سواء بتاع النص نقل ده، هو المتهم، هو اللي متهم وهو اللي اصاب الناس دي كلها وهو اللي حصد الارواح دي واصاب الارواح دي، جاي لنا فيه. ما هو جاي. قوم يا استاذ، عايز ترفع فين؟ اتفضل. Thank you.
تمام ماشي. تفضل يا استاذ. قول الدكتور، قول الدكتور. والشرح بقى ماشي. ده الدفوع. تمام. لا تمام، برافو. ها تاني. طيب هنيجي نتكلم احنا في ايه، في المحامي اللي هو في المتهم اللي هو ايه، قائد السياره الملاكي بعد اللي هو الدفاع بتاعه هيبقى ايه، الدفاع بتاعه هيبقى ايه. هتقول تلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الخطأ في جانب المتهم، وأن الخطأ المجني عليه استغرق مسؤولية المتهم وأجهز على خطأ وباعد بينه وبين الاتهام المسند إليه، مما أدى إلى انقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. ثانيا، دفع حاضر مع المتهم بأن تعدد المصابين لا ينهض دليلا على خطأ المتهم، لا ينهض دليلا على خطأ المتهم، وإنما احنا قلنا تعدد المصابين لا ينهض دليلا على خطأ المتهم، وإنما تكون النتيجة طبقا للسابق بالأوراق وماديات الدعوة تؤكد وتجزم أن الخطأ كان خطأ المتهم اللي هو الثاني بتاع العربية، خطأ المتهم، وبالتالي أصبحت براءة المتهم فبعثها الجزم واليقين. ثالثا، هنا كما دفع بأن المتهم قائد السيارة النصف نقل كان يسير بالسرعة والرعونة ومخالفا للقرارات والقوانين وعدم مراعاته للوائح والقانون. طيب هنا بقى المحكمة هتيجي تقول ايه؟ هتقول ايه المحكمة بقى؟ هتدي ايه المحكمة؟ هتعدل بقى وتدي ايه؟ براءة لمين؟ وهتدي إدانة لمين؟ ها؟ إيه ده؟ قول يا أستاذ. ها؟ قلت إيه؟ تعال يا أستاذ. شوف يا ابني. احنا عايزين اللي يتكلم يجي ياخد المايك ده ويتكلم فيه. عشان احنا مش هنروح النهارده. مش هنروح النهارده خالص. لان شكلكم كده يا خلاص يا استاذ. ها؟
طيب سيبوا بقى. يبقى احنا كده عرفنا الواقعة دي ايه اللي تم بالنسبة لها، وايه مين المجني عليه ومين المتهم. طيب لما نيجي، عايز بقى حد النهارده دلوقتي حالا يقول لي، يوصف لنا واقعة إصابة خطر. واقعة إصابة خطر وانتوا ماشيين في الطريق شفت عربية عامل حادثة، وانتوا كمحامين بقى تقدروا الواقعة دي هتبقى ازاي، ومين ده ايه وده ايه وده ايه والقانون ايه وده متهم ولا ده مجني عليه ولا ايه الكلام بالظبط. حد شاف حاجة زي دي؟ تاني حد شاف حاجة؟ الهواد طيب احنا كده. عايز تصدر استاذ، تعالى تعالى خد تعالى. السلام عليكم. اولا واحد بيعدي الطريق فين؟ جت عربيه هنا توافق ايه في ايه؟ في يا استاذ؟ ايه في ايه؟ هو بيقول كلام كويس. اتفضل يا استاذ. واحد بيعدي الطريق ده جت عربية وانا كده مين بقى اللي يقوم يشرح دي؟ مين اللي يقوم يشرح دي بقى؟ مين اللي يقول دي واقعة؟ واقعة شافها قدامه وهو ما شافها. قال لك شخص ماشي عدى الطريق المفروض أثناء عبور الطريق، وهو أثناء عبور الطريق صدمته سيارة. هنا يبقى الواقعة دي إيه؟ والدفاع فيها إيه؟ اتفضل يا استاذ. قطع المجني عليه؟ ايوه تمام. صح. اقول لك انا بقى اللي انت قلتها دي صح جدا. احنا بنقول فيها ايه بقى دي؟ العبور الفجائي يشكل حادثا فجائيا يقطع علاقه السببيه بين الفعل والنتيجه. اهو العبور الفجائي يشكل حادثا فجائيا يقطع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة. يبقى الواقعة دي المحكمة هتحكم بالبراءة وتكتب الكلمتين دول اللي انت قلتهم واللي انا قلتهم. ودي يبقى ليه بقى؟ لأن هنا العبور الفجائي يشكل حادث فجائي يقطع علاقة السبب بين الفعل والنتيجة. يبقى أيا كان المجني عليهم بقى، يبقى المتهم هياخد براءة لأن في عبور فجائي والقانون قال كده ومحكمة النقض قالت كده. لازم يعبر الطريق
لازم يتأكد بدخوله الطريق من المرة والإشارة موجودة. أما إذا هو بقى نعم إيه؟ يعني يا أستاذ أنا بتكلم بصفة عامة، أمال هو طريق دائري سايب كده كل واحد يمشي. طب طب خلاص بقى، طب ما هو يبقى القانون مع السواق. لا، ما عشان كده، ما علشان كده احنا بنقول الطريق الدائري ايا كان الطريق، ايا كان الطريق، سواء الطريق ده لم يسمح بالمرور للمشاة في احد اطرافه او في اي مكان منه زي القطر بالظبط. القطر ما هو لما بيجي القطر وبيعمل حادثة يموت 100 واحد، المحضر بيتقيد عوارض. لا لا، ليه؟ لأنه مفيش مسؤولية، لأن الراجل بتاع القطر قافل وملتزم تماما. ناس دي حدد والقطر جاي خلاص مش مشكلة، مش حاجة خالص. زي الطريق الدائري، الطريق الدائري غير مسموح تماما لأي شخص من المرة إن هو يعدي الطريق طالما مفيش مكان محدد لعبور المشي.